رسول الله محمد رسول الله. تعازينا الحارة بعد العائلة ديال هشام البوليسي اللي تعرض لأبشع طريقة ديال القتل، تعازينا الزوجة ديالو، تعازينا الحارة الأم ديالو، كذلك تعازينا الحارة الجهاز الأمن الوطني، جهاز الأمن الوطني. فحنا كيف ما كتشوفوا اليوم واقفين وقفة تضامنية كنعبروا فيها على الألم ديالنا اللي حسينا به تجاه داك العملية القتل، أو الطريقة اللي مات بها خونا هشام، تم الحرق ديالو، وكنظن أن الصور كاملين شافوها المغاربة كاملين قاطبة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، شافوا الصور ديال هشام البوليسي شهيد الواجب الوطني. وحنا الآن هنا كنتواجدوا في المدارة اللي كان كيشتغل فيها بشكل يومي، وكان كيأدي الواجب الوطني ديالو هنا، كان كيأدي الواجب الوطني ديالو. فهنا تم الاختطاف ديالو، من هنا تم القتل ديالو، من هنا تم الاعتداء عليه بطريقة وحشية. أنا بغيت غير نقول هاد الناس هادو حاشا ولا يكونوا ناس، حاشا واش يكونوا بشر، حتى كلمة حيوان بزاف عليهم، بزاف عليهم كلمة حيوان. هادو ناس، هادو وحوش آدمية. بغيت نقول لهم أنكم حرقتوا واحد الإنسان باش توصل أنك تحرقوا رجل أمن، تحرقوا بالزي ديال الرسمي ديال الأمن الوطني. أنا راكم ما حرقتوش غير هشام البوليسي شهيد، راكم حرقتوا العائلة ديالو، حرقتوا الشعب المغربي كافة، حرقتوا جهاز أمني. ولهذا هنا كان احنا عندنا ثقة في الأمن أنهم غادي توصلوا للجنات، وأنهم غادي يحكموا عليهم وغياخذوا أقصى العقوبات. ومي كنقولوا أنهم ياخذوا أقصى العقوبات، أنا راه كنقولها وكنكررها، راه ماشي أنهم يدخلوا للحبس ويتحكم عليهم بمؤبد ويبداو يعيشوا وياكلوا ويشربوا داخل السجن. لا، احنا هنايا كنطالبوا بالإعدام، ولا طالبنا بالإعدام يكون تنفيذ ديال الإعدام، ما يكونش إعدام مع وقف التنفيذ. لا، وماذا بينا المغاربة كاملين تيقولوا بصوت واحد، هذه ماشي هضرتي أنا، أنتم كصحافة إلكترونية راكم شفتوا ودرتوا استجوابات مع المواطنين، مع الأهل ديالو، مع بزاف ديال الناس، كلشي كيطالب بالإعدام. وماذا بينا يكون إعدام أمام الملأ، كلشي يشوفوه يدوز في التلفازة، يدوز في التلفازة. يلاه يلاه طفى هذيك الجمرة، ويلاه طفى هذيك النار اللي شعلوها في قلوب المغاربة. انا دابا بغيت غير نعرف عائله ديال الامن الوطني اللي عندها ولدها في البوليس، كيفاش كتحس دابا ولدها غادي للسيرفيس؟ كيفاش انت ولات الام كتبحث على ولدها؟ ولدي حرد بالك، ولدي عندك يديروا ليك، ولدي حضي راسك. راه ولا الرعب، هاد الناس هددوا السلم الاجتماعي ديال المملكه المغربيه، هاد الناس هددوا الامن والامان والاستقرار ديال هاد البلد الشريف اللي العالم كامل، العالم كامل كيعرف أن المملكة المغربية بلد الأمن والأمان والاستقرار. ومن هذا المنبر هذا كنعاود نشكركم أنتم كصحافة وصحافة إلكترونية كتوصلوا الصوت ديالنا، تحية لكم من هذا المنبر هذا. وكذلك كنبغي نشكر جميع المهنيين اللي حضروا وساهموا بالقلب ديالهم وساهموا في هذه الوقفة هذه التضامنية في سبيل يعني ولو نردوا غير شوية الروح هشام المغدور شهيد الواجب الوطني. والسلام عليكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إن شاء الله تبان الحقيقة.